واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكيك اللي كيجي رائع رائع واقتصادي، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه وتردوا عليا. راه كيجي ناجح 100% واقتصادي، اللي كنحتاجوا فيه على بركة الله واحد 3 البيضات متوسطين الحجم، كأس ديال ياغورت، انا درت نكهة البنان، كأس ديال العنبة سكر سنيدة، كأس لاروب ديال الزيت، جوج خمارات من وزن 7 غرام، يعني في المجموع 14 غرام، وبالنسبة للناس اللي كتكون متوفرة ديال 15 غرام يعني راه وحدة كافية. جوج كؤوس ديال الطحين اللي أنا صراحة هزيت ليا كأس ونصف، يعني الطحين كيبقى على حسب النوعية ديال الطحين، وكوكو مهرمش للتزيين. وبقاو معايا إن شاء الله تشوفوا المراحل. كنجيب واحد الإناء اللي كنوضع فيه البيض، وكنضيف ليه السكر، وكنطربو مزيان بالطراب اليدوي حتى كينسجم ليا البيض مع السكر. من بعد كنضيف ليه الياغورت، ودائما بمساعدة الطراب اليدوي حتى كيطربو مزيان. من بعد كنستعن بالطراب الكهربائي حتى كنطرب الطراب الكهربائي حتى كيضعف ليا الحجم ديال الخليط، كنطربها مزيان حتى كيضعف الحجم ديالها. من بعد كنضيف الزيت بالتدريج، وبقوا معايا ان شاء الله.
وهاني بعد ما ساليت الخليط كما كتشوفوا جبت المول تاعي اللي لبسته بالكاوكاو مهرمش، دهنته بالزبده بطبيعه الحال وكاوكاو مهرمش، كنوضع فيه الخليط ومن بعد كندخلو للفرن وعلى درجه حراره 180 ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما ينضج لي الكيك ديالي. وهاني رجعت لكم البنات بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران كما كتشوفوا، راه كتجي رائعه ومحمره مزيان. كنجيب واحد الاطار اللي كنقدمها فيه كنوضع عليه المول، صراحه اللي راه كتزول بسهوله مع المول، دهنته مزيان ولبسته بالكاوكاو كما كتشوفوا راه كتجي رائعه. كتنزينها من بالفوق من بالناباج او الكونفيتير، انا استعملت الكونفيتير اللي زدت معاه شويه الماء طايب وذوبته مزيان ودهنتها به من الفوق. من بعد كنقدمها وبالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي رائعه واقتصاديه وصراحه كتحمر الوجه. واذا كنتوا اول مره كتدخلوا للقناه ما تبخلوش عليا بلي زابوني ولي لايك وبارطاج القناه مع الاصدقاء والاصحاب ديالكم، فضلا منكم وليس امرا. السلام عليكم.